مساءكم سعيد مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. شاب مكناسي مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في استفاد من برنامج فرصة وكيقول ويدعي أن الجماعة حرمته من تنظيم معرض للكتاب متنقل في عدد من الأماكن والنقط اللي كتكون أكثر إشعاعا ويعني لنقط تجمعات المعروفة من أجل الترويج لهذا المشروع وكذلك العمل عليه. كيقول كذلك هذا السيد، 3 أشهر وأنا كنجري ما بين الإدارات، دفعت مجموعة ديال الطلبات وما بغاوش يعطوني الترخيص من غير مدينة مكناس، مشى كذلك حتى لتازة ونفس المشكل، كيقول لك أنه لقيت نفس العرقلة. إذا أنا ملزم بأداء مجموعة ديال الالتزامات، عندي مجموعة ديال الالتزامات مع الناس ديال البرنامج ديال الفرصة، عندي التزامات شخصية طبعا وطموحات اللي خاصها تتحقق، لكن لقيت تيه ما بين الادارات. وكما كنقولوا شان هذا شاب، شان مجموعه ديال الشباب اللي كتلقى عراقيل ولا كتلقى مشاكل بحال من هذا الشكل. غادي نبقاو مع الاسم قلت لي الاخ خالد، نعم سي خالد، غادي نعرفوا شنو واقع بالضبط وشنو عندك وكيفاش يعني شنو هو نوع المشاكل اللي تعرضتي ليها، كيفاش ما يعني ما خديتيش التراخيص، واش بديتي المشروع ديالك ولا ما بديتيش، اشنو درتي لحدود الساعه. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، كنتمناو انه نبارطاجيو هذا البث المباشر على نطاق واسع لكي تعم الفائده كذلك بالنسبه للشباب المقبلين على مشاريع واللي كذلك توصل الرساله للمسؤولين. اولا نعم. السلام عليكم. تفضل سي خالد. ورحمه الله تعالى وبركاته. مشاهدي ومشاهدات ومتتبعي ومتتبعات قناه شوف تي في، القناة الغنية عن التعريف. أولا الأخ منير، كيف بغيت نوضح لك المشكل اللي كان اللي عانيت منه لمدة ديال 3 شهور غير مدينة مكناس، اللي هو مشكل ديال الحصول على ترخيص لرواق الكتاب متنقل، بصفتي أنني مقاول شاب مستثمر شاب، بغيت ندير واحد الرواق ديال الكتاب واحد الساحة معروفة بديت مكناس اللي هي ساحة نيم. كندفع الطلب الاول بدون رد ايجابي، من بعدها كندفع واحد الطلب ثاني اللي كيتجاوز شهر بدون رد ايجابي، من بعد التدخلات كيتواصل معايا واحد المستشار. كيفاش بدون رد ايجابي؟ على كاين رد سلبي؟ يعني واش كاين شي رد ولا والو؟ خص غير يجاوبوك مثلا على الطلب، راه خصك تبدل التاريخ ولا راه غنوافقوا لك ولا لا سلبيا لا ايجابيا. لا سلبيا لا ايجابيا، يعني حتى شي رد باش يكون غير على الطلب. وصلنا ما كاينش. كنتفاجئ بعض التدخلات ان واحد المستشار دخل وقال لي خصك تبدل ديك البلاصه، ما طلبش ديك البلاصه ديال الساحه ديال النيم. علاش؟ كان حيت قال لك ديك الساحه ما بقاوش كيداروا فيها معارض. انا تاكدت ان هذا المشكل هذا اللي كان من رئيس السابق اللي هو بوانو، عبد الله بوانو المجلس السابق. نعم المجلس السابق هو اللي كان دار يمنع المعارض انها دار تما، ما عرفتش شي اهداف عنده تما. مهم من بعد داك الشيء كيجاوبني داك المستشار قال لي اودي خصك دير طلب، اختار شي بلاصه اخرى من غير ساحه. هذا المستشار يعني في اطار التعامل ديالكم معاك، غير في اطار يعني حبي، في اطار ودي، غير بغى يتعامل معايا ولا بغى ينصحني انني ما نختارش ديك البلاصه، نختار بلاصه اخرى يقد يعطيوني. نعم على الاقل الحمد لله. ندير البلاصه حدا لوستي مرجان. طلبت البلاصه تما، لدابا كدوز المده ديال شهر اخر. فين طلبتي البلاصه الاخرى؟ طلبت لوستي، جيت مرجان في الطريق، الطريق ديال حدا المدار ديال الطريق الوطني رقم 6 الجامعه ديال التكنولوجيا. ولكن عاوتاني كذلك لا من مجيب. لحد الان دابا راه تجاوز ذاك الطلب الثالث، تجاوز الشهر. اللي بغيت نعرف هو ان علاش هذا، فينا هو، فينا هي الخطاب ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس؟ المنتخبين راه ما كي يطبقوا منه ولو حتى شي ابسط حاجه، اللي هي انهم يدعموا المقاول الشاب المستثمر الشاب. يعني راه انا استفدت من برنامج فرصه، ولكن انا من غادي نرد هذا القرون؟ من غادي يبدا خصني نبقى نسدد الفواتير ونسدد القرض ديالي اللي كيوصل 1250 درهم للشهر؟ من غنبقى نرد وانا ما خدامش؟ يعني ديك الفلوس انا شريت بها دابا الماتيريال، شريت بها ماتيريال
يعني استثمرتي في استثمرت يعني داكشي اللي داروا معاك هو اللي خديتيه في ماتيريال تجهيزات يعني عندك معرض جاهز؟ عندي معرض جاهز وحتى صراحه الله يعني حتى الكتب وهذا المساء نعم. حتى الناس ديال فرصه على الصعيد الوطني تبناوا المشروع عجبوا المشروع لقاوني انا الوحيد اللي داير هذا البروجي وطلبت القرض وتساعدوا معايا وعطاوني القرض حيت كنستحقوا ولكن نعم. المشكل اللي كنلقاه هو مع المنتخبين راه كيفاش ان واحد الجماعه ما مسوقينش كاع للشباب بينما باش نزيد نضحك الاخ منير راه كاين صفحات مدينه مكناس راه شنو سموا مكناس سموها عاصمه لافوار يعني راه كاين لافوار يعني لافوار كيدار فهمتش انا راه كاين لافوار اللي راه ما كيخلصش الرخصه ديالو كيفاش كاين شي ناس دايرين لافوار راه ما كيخلصش الترخيص الترخيص يعني راه داخل ما عرفت كيفاش انا داخل هذا السيد جا لواحد الساحه حط فيها بكل حريه ولكن انا بامكاني حتى انا ندير انا هكا نحط عشوائي ولكن لا انا مقاول شاب كنبغي الترخيص ديالي نخلص الرخصه ديالي نخلص الميتراج ديالي المكانه ديال الدبره سنخلصها هاد النقطه ما خصهاش تدوز كما كنقولوا تمر مرور الكرام اللي قلتي ديال انه كاين هاد عاصمه لافوار انا بعدا برومي فوا كنسمعها ولو انه يعني كنقولوا انه يعني احنا متبعين كل صغيره وكبيره لكن هاد القضيه هادي ديال انه لافوار كيدار فابور كيفاش زعما واش هاد التراخيص ما كيتاداش عليها كاين ما يفيد في هاد الشيء ولا باش ما تكونش غير كلام لا شوف مش ما ندخلوش في ديك نعم حاجه ما كتخبى حنا رحنا ولاد مكناس ولاد ديت مكناس نعم وحنا عارفين الخبايا ديالها حنا دوزنا تجربه ديال اننا كنا مراسلين صحفيين من بلديه مكناس حنا دوزنا تجربه وعارفين كنا شنو كيوقع فيها نعم وهذا الشيء اللي كنقول لك ديال لافوار كاين لافوار اللي محطوط فابور راه كنقولوا عن يقين وكاين انا المشكل انا ما شوف ما كيهمنيش يكون لافوار ولا ما يكونش انا اللي كيهمني هو انني كمقاول لا ولكن هذه زوينه ديال لافوار فابور خاصها دار على جوج شريطات حمرين باش نعرفوا شنو كاين في انا كمقاول شاب خصني نستافد حتى انايا ماشي كنقول لهم عطوني بلاصه فابور انا راه كنحط الا حطيت 3 شهور غنخلص الترخيص ديالها ولا خديت المكنه راه كناخذو بالترخيص ديالي وغناخذو بصفتي مقاول ذاتي ولكن الا بغاونا نخدموا في اطار القانون راه خصهم يتساعدوا معنا الا ما غيتساعدوش معنا وحنا في مدينتنا وحنا مشينا لمكناس دقينا بيبان في تازه راه نفس المشكل كنلقاه راه في تازه دقينا حتى حنا بيبان في تازه وعندي عندي الوثائق عندي الله يهبط الاوراق الله يهبط الاوراق ما يبانوش عندي ما يفيد نعم. عندي هنايا كلشي النموذج ديال الطلبات اللي دفعت في مكناس الطلبات اللي دفعت في تازه يعني كاين مشكل كبير على صعيد بلديه مكناس راه لا من مجيب يعني ما كاينش تواصل ما كاينش يتواصل معاكم لا ما كاين حتى شي تواصل هاد الطلب الثالث اللي دفعت في مكناس راه غير يمكن غير بغاو يديروا لي الخاطر واقيلا عيطوا لي ما تدفعش في ديك البلاصه طلب ديك البلاصه اخرى انا طلبت البلاصه اخرى ماشي مشكل ما بغيتوش تعطيوني هنا عطيوني في الخلا خدمتها في الخلا ماشي مشكل اللي بغيت نوضح لك الاخ منير راه انا هاد البروجي اللي خدمت عليه راه ما كنخدمش فيه بوحدي وانا بصفتي راه كطالب في سلك بعلم الاجتماع بظهر المهراز احنا ما طامعينش في الوظيفه ما طامعين حتى في شي حاجه احنا المقاوله ديالنا غير يساعدونا غير في الترخيص ذاتيا خالق مقاوله ديالك ذاتيه وغادي علاش انا الوظيفه حيت حنا في 32 واش كتوظف معاك كتوظف معاك ناس اخرين كنوظف معايا كيكونوا معايا شحال كيكون معاك كيكونوا معايا جوج طلبه كيخدموا معايا اذا كاين دخل لهاد الناس حتى هما كيكون دخل دخل قار نقدروا نقولوا المهم راه ملي كتكون خدام راه خدامين معاك يعني راه كيستافد نعم ولكن باش تلقى مثلا طالب وحنا عندنا ديبلومات ولكن باش تلقى انه ما يتساعدوش معاك راه مشكله نعم رسالتكم اليوم يعني للمسؤولين سي خالد رسالتي لوزير الشباب والثقافه اللي هو انه يعني هذا البروجي هذا راه يعني كنظنش ان راه كاين شي واحد كيدير معرض المتنقل ديال الكتاب انا رسالتي للمسؤولين هو ان يدخلوا ويشوفوا المشكل اللي عندي مع المجلس البلدي ديال مدينه مكناس لانهم يعني ما يمكنش ما يجاوبكش على شي طلب ولو يعطوك غير بالرفض انك تعرف ان راه ما كاين والو كاينه تعليمات الحمد لله وكاينه توجيهات ملكيه ساميه في هذا الباب هذا ضروره الاجابه ولو بالرفض والتعليل لماذا رفضنا لك هذه هذا مبدا
الان يعني خداتو الاداره المغربيه على عاتقها وتجسيدوا على ارض الواقع، هذا يعني من الاولويات. كنتمناو ان شاء الله انه رسالتكم توصل اخي وفي القريب العاجل، كذلك كنتمناو انه كذلك في هذا الباب هذا هو تسهيل فرص الاستثمار بالنسبه للشباب، تسهيل فرص انه الحمد لله انت كما قلتي واحد المساله الحمد لله حتى تعلمتي والحمد لله راك طالب سلك الماستر، ولكن ما كتسناش انه ديك الطريقه التقليديه ديال التوظيف، لا رانا كنقرا باش غادي نتوظف نهار الاخر، انا خدام على راسي كنوظف راسي براسي، الى جانب هذا نخلق فرص شغل لشباب اخرين حتى هما فين يكون عندهم واحد الدخل، وهذه هي العقليه وهذا هو الرباح كما كنقولوا، هذا الشيء اللي كنتمناه انه يكون عند الجميع، لانه كنعرفوا التغيرات اللي كيعرفها مناخ العالمي على المستوى الاقتصادي والاكراهات اللي كتعيشها العالم. اذا الفرصه الان هي انه وهذا لجهة برنامج فرصه هي فين انها تشجع هاد الشباب على هاد المبادرات الشابه خصوصا حاملين المشاريع. تبارك الله عليك بعد اولا انك مشيتي للفكره ديال انه دير معرض او رواق ديال الكتاب متنقل، لانه دابا انت دير لنا بروجي، دابا انت كتبيع لنا الثقافه، دابا انت كتبيع لنا التثقيف الفكر والذات، وهذا مشروع يستحق التشجيع والدعم طبعا. نعم خويا، توقيع علمنا السيمونير باش نختموا هذا. اللي بغيت نقول لك هو ان يعني من غير تشجيع الاستثمار، من غير يعني راه كان داز معرض دولي للكتاب، وراه كان بين الاخر تشجيع القراءه. نعم تشجيع القراءه يعني كذلك. يعني انا ندير معرض الكتاب رواق الكتاب متنقل ونخدم اليوم هنا في مكناس وغدا نمشي نخدم في العرايش غدا نمشي هنا، راني راه هذه هي هذا هو البروجي اللي كنفكر عليه. هو انني نتنقل على الصعيد الوطني، ولكن اللي كان كتنقل المعرفه. راه كنخدم حتى مع الطلبه، راه يعني حتى انا كطالب راه غنحسب الطلبه، الا جبت الكتاب بواحد الثمن راه نقدر نتعاون مع الطالب نكري نقول له خدم به حتى صدوا لي هانيه، ماشي مشكل. يعني ندير طرق جديده في التسويق ديال هذا الكتاب. باغي نخدم على طريق جديده وافكار جديده باش انني نطور حتى المشروع ديالي، ولما لا ان يكون واحد الطالب معاك في مدينته هو يخدم يدير ذاك الرواق ديال الكتاب. انا نعطيه مثلا الفكره ديالي. توفر لي التجهيز، توفر لي المسائل وهو يخدم لي. وانا يرد لي الفلوس ديال التجهيز ديالي وهو راه مكمل ويبقى ليه البروجي. اللي انا كناشد وزاره الثقافه انها الا كان الامكان ديالها راه كنسمعوا انه كيكون واحد الترخيص سنوي كيتعطى للمقاولين الشباب اللي في حال هذا البروجي هذا ديال الثقافه، انه يتعطاني واحد الترخيص سنوي، ولما لا نتمشى على الصعيد الوطني وانا مرتاح. ولكن ماشي كنقول نخدم فابور، نخلص الترخيص ديالي للجامعه ونخلص المسائل ديالي قانونيه، الالتزامات القانونيه ديال كامل، نخلص كل شيء المسائل ديالي قانونيه ونخدم انا مرتاح. انا ما طالب لا وظيفه لا حتى شي حاجه، حيت انا في السن ديال 30 سنه. نعم رساله واضحه، يعني ما غنستافدوا لا من التعليم لا. نعم وشكرا. الرساله واضحه سيدي خالد، هذا واجب. قناه الشعب وكنحييك ولاد الشعب طبعا. الله يحفظك، شكرا. الله ييسر الامور، تبارك الله عليك. فكره كنتمنى من الله تلقى كل الدعم وتلقى الناس اللي يكونوا يعني جنبك، لانه في الاول وفي الاخير الامم والشعوب كتقدم بالفكر ديالها وبالعقليات ديالها، ولو تكون موجود البترول والغاز والثروات الطبيعيه، ولكن الا ما كانش العقل والعقل متفتح راه ما كاين والو. كنتمناو الله، نتمناو من الله الخير وهذه المبادره ديال التشجيع على القراءه. فشكرا لك، في زمن ضاع فيه الكتاب ومع التكنولوجيا ومع هذا السمارت فون ومع الانترنت ضاع الكتاب مسكين، لكن كنتمناو من خلال المشروع ديالك تحيا القراءه وتحيا الكتاب كذلك، لانه شي حاجه اللي كتبقى حتى هو كيبقى يعني. نتمناو الخير ان شاء الله. نتمناو الخير، بون كوراج. مسؤولين غيورين على هذا. نعم طبعا 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 طبعا. شكرا قناه شوف تي في، شكرا سيمونير، تحياتي لك. الى اللقاء مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، ما بقى لي الا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وكنتمناو بارطاجيو هذا البث المباشر لنطاق واسع توصل الرساله ديال هذا الشاب، يقدر يكونوا شباب اخرين كان كيتكلم معنا الان سي خالد بلسانهم، لانه هذه هي المشاريع اللي كنتمناو انها مجموعه ديال المشاريع اللي تكون عندها قيمه مضافه على الحياه اليوميه للوطن والمواطن كذلك. استودعكم الله، كان معكم مراسل القناه منير معطاوي من العاصمه الاسماعيليه مكناس. الله يدير الخير.